السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة مع ريدس. اليوم راح نحكي عن الإصدار الجديد من ريدس إنسايت. ريدس إنسايت بنحسن نقول هو تول بتنزل على، خلينا نقول، ديسكتوب، كديسكتوب أبليكيشن بإمكاننا نستخدمها عشان نشوف كل التفاصيل الخاصة بريدس داتابيس أو كلاستر من خلال جي يو آي. طبعا ريدس انسايت هي تول مجانيه مقدمه من قبل ريدس نفسها، يعني من قبل الشركه الام لريدس يلي كان اسمها ريدس لاب اصلا، والان نزلوا اصدار جديد اسمه ريدايس، سوري، ريدس انسايت. هو الفيرجن لسه بريفيو ولسه يعني بيصير عليه ايش اكثر من راوند. طبعا الرابط اللي بامكاننا نستخدمه عشان ننزل ريدس انسايت هو هذا، واضح على جيت هاب، ممكن تكونوا تشوفوا كل التفاصيل. الجميل في الموضوع في ريدس انسايت 2 انه صار له ريفام كامل، يعني كان اول لما تسوي له سيت اب للفيرجن 1 وهو لسه افيلبل، بتسوي سيت اب لابلكيشن فبيطلع معك يعني هيك ابلكيشن صغير، لما بتشغله بيشغل ويب وبتدخل عليه بورت ومبني كله رياكت. الان سووا ريفام كامل واعتمدوا على ثلاثه كومبوننت رئيسيه اللي هي موناكو اديتور. موناكو اديتور يلي هو واحد من اهم الكومبوننتس اللي استخدمت لبناء فيجوال ستوديو كود، فتصور ايش الكابابيلتيز اللي راح تيجي مع ريدس انسايت. الاستيك يو اي هي فريم ورك كامله مينتيند باي الاستيك ستاك، وطبعا الاستيك ستاك معروف يلي هو بيسوي الاستيك سيرش وكيبانا و الى اخره ولوجستاش وبيت والكترون. طبعا الكترون هو الفريم ورك اللي مبني عليه كثير من التولز اللي نحن بنستخدمها بشكل يومي، مثل فيجوال ستوديو كود، مثل مايكروسوفت تيم، وهدول صراحه من التولز اللي يعني او من الفريم وركس اللي يسووا، خلينا نقول، نقله على مستوى الابلكيشنز اللي بتشتغل على الديسكتوب. طبعا اللي بده يعرف قوه الكترون يشوف مايكروسوفت تيم. مايكروسوفت تيم مبني على فريم ورك وهو جافا سكريبت اسمه الكترون. طيب خلينا نشوف ديمو عن ريدس انسايت وايش الكابابيلتيز الموجوده بالفيرجن الجديد حتى الان، لانه ما فيه كل الكابابيلتيز اللي نحن متوقعينها في ريدس انسايت لانه لسه بريفيو. خلينا نشغله. طبعا هذا مسوي له سيت اب الان. طبعا نحن مشغل عندنا اصلا الان، هذا هو خلينا نقول الديفولت فيو تبع ريدس. قد لا يكون متوفر بالديفولت، ما في داتابيس، فبتكون هي الصفحه الرئيسيه. بامكاننا نضيف داتابيس افيلبل على النتورك تبعنا او مشغلين على اللوكال دوكر او على اللوكال ماشين تبعنا. بامكاننا نسوي ريدس على كلاود وهو بيعطينا فري مانج داتابيس لحتى 30 ميج. طبعا بامكاننا ننزله على دوكر او على تول اخرى. Add Redis Database. طبعا في Add Redis Database عندنا اكثر من اوبشن. اول شيء انه نضيف الداتابيس بشكل مانولي، وبالتالي لازم نحط الهوست لوكال هوست. البورت، يا اخي البورت كان لازم ما يغيروا الهنت، لانه نحن والله ما لنا حافظين البورت. الان البورت موجود في دوكر اتوقع 6379 6379 بالضبط. الالياس خلينا نقول اللوكال ريدس تبعنا. طبعا يوزر نيم وباسورد اذا كانت الداتابيس بروتكتد باي يوزر نيم وباسورد. داتابيس اندكس، طبعا نحن بنعرف انه ريدس بتعطي 16 داتابيس من 0 الى 15، فبامكاننا ايش؟ نحط انه نحن بدنا نسوي الكونكشن هاي تشتغل على ريدس رقم 3 مثلا، داتابيس رقم 3. طبعا نحن نشتغل على زيرو باي ديفولت. بامكاننا اذا كان ريدس بروتكتد باي تي ال اس سيرتيفيكت، بامكاننا نحن نحدد السيرتيفيكت اللي بدنا اياها. يعني اعطانا كثير كابابيلتي الصراحه، وبامكاننا يعني نعطي اوبشنز ثانيه غير تي ال اس، ريكوير تي ال اس كلاينت اوثنتيكيشن، كمان بامكاننا نضيف السيرتيفيكت اللي بدنا اياها. طبعا نحن هون ما عندنا سيرتيفيكت ولا عندنا يوزر نيم باسورد. اد ريدس داتا بيس، فصارت عندنا ايش؟ الريدس داتابيس. طبعا لو انتبهتوا في عندنا اوبشن ثاني صراحه جدا جميل اللي هو الاوتو ديسكفر داتابيس.
بإمكاننا نتصل على ريدس انتربرايز كلاستر اللي هو الكوميرشال فيرجن تبع ريدس، أو بإمكاننا نشتغل على ريدس انتربرايز كلاود، أو بإمكاننا ريدس سنتينل. ريدس سنتينل طبعا موجود حتى مع الفري فيرجن يلي هو بيساعدنا من انه نبني هاي افيلبل سوليوشن لريدس، بيعتمد على الريبليكيشن وصراحه هذا جدا جميل، ممكن تطلع عليه له فيديوهات سابقه. تمام، نحن الان اخترنا الاوبشن اللي هو مانوال وضفنا داتابيس. لو دخلنا على الداتابيس تبعنا راح نلاحظ هذا هو الفيو الجديد تماما في الاستيك في ريدس انسايت. إذا بتتذكروا كان الموديولز على اليسار والأوبشنز على اليسار، صارت الآن الموديولز فوق. طبعاً لسبب ما إلى الآن الموديولز هاي ما شغالة، ما أدري هل هو بق هن البناء على الريليز نوت عم بقولوا ريدس سير شغال، لكن ما عم بشتغل أنا معي، فأنا يعني ممكن لأنه الستيل لسه بريفيو، يمكن في بق والله ما أدري، يمكن ما عرفت أشغله. المهم طبعاً كما في الفيرجن السابق بإمكاننا نحن بيعطينا capabilities نضيف key، نحدد التايب اللي نحن بحاجته، الكي نيم مثلا نيم مثلا نيم واحد، التي تي ال شقد بده يضل valid، والفاليو مثلا، فهيك بنصير ايش نحن ضفنا key جديد. لو سوينا هون refresh طبعا بامكاننا الفلتر على انواع الكيز من هذا المكان من هذا الاوبشن، بامكاننا نشوف او نسوي كومنتس دايركت على ريدس اللي نحن شابكين عليها من خلال كانه فاتحين ريدس سي ال اي، كانه فاتحين ريدس اس اي. طيب لو واحد ما حفظان الكومنت بامكانه يجي هون يسوي سيرش مثلا ديل، ايش بدنا ديل كي مثلا، هذا ديل كي خلينا نكتبه هون ديل، ايش الكي اللي سويناه قبل شوي نيم واحد، حذف الكي. لاحظوا بإمكاننا الفلتر على الدوكيومنتيشن للكيز اللي نحن بحاجة لها، مثلا جيسون، طبعا هذا جيسون موديول جديد، في عنا الجراف اي اي، في عنا ليست، اي شيء بدنا اياه موجود وين في الدوكيومنتيشن، بحيث ما نفتح الدوكيومنتيشن عن طريق الانترنت، هون صار اسهل. طبعا فيه كمان دوكيومنتيشن كامل لا غنى طبعا عن الموجود على الانترنت لانه فيه شرح اكثر. طيب هذا واحد من الاوبشنز اللي موجوده، بامكاننا نحن خلينا نضيف كي مره ثانيه نيم اد كي. طبعا راح تلاحظوا هون انه بامكاننا نغير التي تي ال تبعه، بامكاننا نغير النيم، وبامكاننا ايش نسوي ايديت للفاليو، طبعا بامكاننا نحذفه او نسوي ريفرش. هلا في وحده من الاوبشنز الجميله صراحه اللي هي بإمكاننا نسوي بعض الكومنتس بدون ما يعني نكتب كومنت. افترض نحن نجرب بعض السامبلز اللي جاي مع ريدس انسايت حول الهاشز. لاحظوا كل هذا التوتوريال بدون ما تكتب سطر كود، كرييت مجهزين هن التوتوريال كامل، راح يسووا ثلاثه هاشز. طبعا الهاش هو كي فاليو غالبا فيه، ديسكريبشن هي ديسكريبشن كي الى اخره. سوي رن هون، طبعا هذا سكرول، سوي رن، سوى رن، اعطانا الاوبشن او الكوماند اللي سواه، بامكاننا نسوي له كوبي. طبعا هذا بيعلمنا كثير شغلات، بامكاننا نسوي له رن اجين، بامكاننا نسوي ديليت للتفاصيل اللي تمت اضافتها. طب ريد كمان حيعطينا ايش كومنت، لاحظوا بدون ما نكتب كود، ابديت راح يسوي ابديت ديليت الى اخره. هلا هون كرييت هاش اندكس، بيسوي هاش اندكس من الهاشز اللي سواها عشان يدعم الريدس سيرش. لو سوينا رن طبعا قلنا اوريدي اكزيست، لو سوينا ليست اوف اندكسز عندنا بيرميت سكول، عندنا اندكس انفو مثلا، هاي الاندكس انفو. طبعا لما حكينا على الريدس سيرش شرحنا ايش معنات كل الاندكس وايش التفاصيل اللي فيه، ايش يعني سورتبل ويت الى اخره. مثال اذا نسوي سيرش اكزاكت سيرش عن شيء مثلا اسمه فيراندا. طبعا هذا كل الاوبشنز اللي موجوده، طبعا هذا لا يغطي كل ريدس سيرش ولكن هي امثله جدا جميله. طب لو نحن بدنا نروح كمان على على
على الوركينج ويز جيسون، كمان بيعطينا اوبشنز جميله بامكاننا ايش نشوفها كلياتها من هون. لاحظوا هاي الاشياء اللي بامكاننا ايش نشوفها مباشره، رن كل الاندكس اللي عندنا بامكاننا نحذفها، بامكاننا نسوي كل شيء. هذا بشكل مختصر جدا عن ريدس انسايت، وان شاء الله لنا لقاء اخر بمجرد صار في ريليز او اشتغلوا خلينا نقول الكومبوننت الاخرى. اخر اوبشن هو السيتنجز، بامكاننا نغير الثيم من هون، الديفولت كانه هو الدارك ثيم، بامكاننا نسويه لايت ثيم. البرايفسي سيتنجز بامكاننا نحن نشترك ونسوي امبروف للاكسبيرينس تبع ريدس انسايت بحيث يبعث داتا لريدس نفسها. في عندنا شويه انفاس سيتنجز العلاقه مثلا كم كي لازم يطلع في الهوم بيج، طبعا هذا عشان ما ياثر على البرفورمانس تبع الداتا بيس اللي انت شغال عليه. هذا بشكل مختصر حول موضوع ريدس انسايت جديد، وان شاء الله لنا لقاء اخر مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله.